المعرض الدولي الأخير للطيران والفضاء ماركس 2021 الذي انتهى أخيرا في جوكوفسكي قريبا من موسكو على مسرح رامينسكوي أظهر أسلحة جديدة ولأول مرة، منها درون جديد للتجسس في آخر طرزي أوريون من مجموعة كرونستاد من جهة، الإليوشن 114-300 المطورة، وأيضا الأم أس 901 المتعدد المهام الخفيف بايكال، وهو اليوم للأورال سيفل افيشن بلينز يوزكا، فهو يعود إلى الأورال سيفل افيشن كما هو معلوم. وهناك الأم أس 21-310 التي تلقت أخيرا محركات بي دي 14 المؤهلة أن تعوض المحركات الأمريكية البي يو 1400 جي جي أم الأمريكي دائما، وبرات أند ويتني التي قامت بأول طلعاتها، فيما الطائرات التوأم لها الإم سي 21-300 مجهزة بمحركات أمريكية. وتراقب الولايات المتحدة الأمريكية استثمارات سعودية في روسيا بشكل حديث، لأننا نتحدث الآن عن 10 ملايير دولار، ونقل التكنولوجيا الغربية إلى روسيا ساعدت فيه شركات سعودية، بل أن هناك 18 من التطويرات في برنامج 10 ملايير دولار تعود إلى المملكة العربية السعودية. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. بشكل رسمي تعلن روسيا أن 18% على الأقل من استثماراتها في المحركات الأمريكية وفي غيرها تأتي من شركات سعودية أو وسطاء سعوديين أو من تجارة سعودية أو بتبادل سعودي. يعني ذلك أننا أمام استثمارات واقعية واضحة للسعودية في مشروع العشر مليارات دولار الذي يعتبر غلاف الغلاف المالي للاستثمارات الروسية في الأفق القريب. نحن نتحدث اليوم عن استثمارات إماراتية وعن استثمارات سعودية ب18% خصوصا في نقل التكنولوجيا الغربية إلى روسيا، وهذا شيء مهم لأن روسيا التزمت أكثر من ذلك بعدم بيع الآس 400 إلى إيران، وأيضا بالنسبة للسخوي 75 وغيرها مما يسمى بين قوسين بالأسلحة المتقدمة التي يمكن أن تؤثر بشكل سلبي على الأمن الخليجي. رفضت روسيا بيع مثل هذه الأسلحة إلى إيران، وإيران من جهتها أمامها قرار أمريكي للبنتاغون يعتبر الأول سريا، أن كل سلاح صيني تبتعه أو تشتريه إيران يمكن للخليجيين أن يشتروه منذ عهود مضت. فإن هذا هناك حلقة في الموضوع ندقق فيها هذه التفاصيل، على كل حال لمن أراد مراجعتها. إذن هناك قانون سري مع الإدارات الأمريكية ينفذ بالحرف أن أي سلاح باعته الصين إلى إيران يمكن أن تشتريه السعودية أو دول مجلس التعاون الخليجي دون المرور أو التهديد بقانون كاستا. إذن هذا أهم شيء يمكن التعاطي معه بشكل واضح للغاية، بأن هناك دائما مفاوضات خليجي مع القادة الخليجيين وما بين الروس، إما على صعيد التكنولوجيا وإما على صعيد آخر، إما على صعيد التسوية البترولية وإما على صعود أخرى. المهم أن التسوية البترولية، أيضا عدم بيع ما يسمى بالأسلحة الاستراتيجية لإيران، كل هذا ضمن صفقات خليجية مع بوتين. المسألة الأخرى دائما هي مع الصين، لذلك فإيران اعتمدت على نفسها لأن أمامها أكثر من قانون يحرجها ويعرقل تنميتها بل ودفاعها ودفاع عن أمنها القومي. لذلك فالصين لا يمكن أن تبيع سلاحا لإيران إلا وباعته إلى مجلس التعاون الخليجي كما ذكرنا، وأيضا بالنسبة للروس. هذان البلدان محكومان اليوم ببروتوكولات بعيدة كل البعد عن كل القوانين والبروتوكولات التي يمكن أن تكون ضد دول أخرى.
إذن ما يجري الآن هي معادلة رأت فيها السعودية أن تستثمر في الصناعة العسكرية الروسية، وهذا قرار من محمد بن سلمان شخصيا، وهذا الذي ينشره الآن الروس للتأكيد أن هناك رغبة في مشاركة 10 مليارات مع الخليجيين على وجه التحديد، وهناك إمكانية لنقل هذا السلاح، لأن السعوديين آنذاك سيعتبرون ملاكا وأصحاب حقوق وليس بيع وشراء. المسألة لن تمر بمسطرة البيع والشراء التي يمكن أن تدخل تحت طائرة القانون الأمريكي، إنما الأمر يتعلق بشيء آخر. على كل حال، فإن الاستثمارات السعودية الموجهة إلى روسيا هي قرار من محمد بن سلمان، وهذا الذي يثير بشكل كبير بايدن. بايدن يرفض الصيغة الحالية لوجود 18% من 10 ملايير دولار هي للسعودية، والسعودية تريد اليوم الاستثمار والمزيد من الاستثمار في هذا التوجه، وهذا ما يعني مباشرة أننا أمام أكثر من سياق. السياق الأول هو أن السياق الجيوسياسي الذي يمكن التعاطي معه بشكل مفتوح هو أننا أمام اتفاقيات سرية بين الرياض وبين موسكو، وهذا الذي يرغب الأمريكيون في مراقبته وعدم تمدده. المسألة الثانية هي المشاركة المباشرة في نقل تكنولوجيا روسية إلى السعودية أو إلى الأراضي السعودية أو أراضي دول خليجية في مجلس التعاون الخليجي. المسألة الثالثة والمهمة للغاية هي أن هناك رغبة أكيدة لدى الروس في أن تكون هناك مصانع نقل تكنولوجيا مباشرة وتصنيعها على أراضي الإمارات أو السعودية، وهذا الذي لا يرغب فيه الأمريكي بأي حال. على أي، فإن الولايات المتحدة الأمريكية وموقفها واضح، لا رغبة أبدا لبايدن بشأن إتمام هذه الصفقات العسكرية. وبالنسبة لمحمد بن سلمان فهو يرى أن لا إمكان الحجر والحجز على أسلحة معينة بعدم بيعها للسعودية، فهو أول شيء يريده محمد بن سلمان هو رفع أي فيتو ضد بيع السلاح نحو المملكة العربية السعودية لتعود الشراكة إلى ما كانت عليه، وإلا سيذهب محمد بن سلمان إلى الشراكة مع روسيا، وهذا خط استراتيجي نفذه محمد بن زايد مع السخوي 75، وأيضا الآن محمد بن سلمان يلتحق به، أو أنهما على توافق في هذه النقطة على وجه التحديد. على كل حال، فمحاولة الروس اليوم القول بأن 10 ملايير دولار وأن هناك سعي كبير أن تكون 2 مليار دولار أو حوالي 2 مليار دولار كلها للسعودية، هذا يكشف إلى أي حد أن 1.8 مليار دولار هي هذا الحجم الموجه نحو الاستثمارات السعودية في الصناعة الروسية مثير للجدل بشكل كبير للغاية. هذا ما يمكن تأكيده اليوم، لأن هناك صعوبة كبيرة في هذه المرحلة على وجه التحديد من استمرار هذه الاستثمارات وبهذا الشكل على وجه التحديد، لأن بايدن في حال بلوغ كل الاستثمارات الإماراتية والسعودية وبحوالي اليوم 18% كما تكشف وسائل الإعلام الروسية، 18% من الصناعة العسكرية الروسية بتمويل سعودي، وأيضا بالنسبة للسخوي كما كشفتها أفيا برو، أفيا برو هي صاحبة السبق في قضية أن هناك تمويل إماراتي للسخوي 75، وهذا ما يفيد من جهتين أننا أمام استراتيجية قد تذهب بعيدا للتأثير في الصناعة الروسية، وليس هناك رغبة الآن في الاستثمار في أجيال قديمة مع الأمريكيين على أقل تقدير، وهذا ما يثير بايدن وإدارته بشكل كاف. دفعت إدارة بايدن إلى القول أن من الصعب عرقلة مثل هذه المشاريع ولكنها لم تصل إلى أهدافها. هذا هو قرار الـ DIA في الموضوع. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.